تفضلي يا لالا، عاودي لنا شنو وقع العائله والله يصبرك. السلام عليكم، والله يرزقنا الصبر في هذا المشكل اللي وقع لينا. البارح كانت اختي معايا وكل شيء على خير وبخير. في الليل هجموا عليهم شي عصابه في الليل، ويمكن كانوا اكثر من 4، كل واحد مشى لواحد البيت وتيضربوهم بالجنوي. واحد ولد اختي هو الاول مسكين ضربوه، هبطوا لتحت عاوتاني اختي هكاك مسكينه كتغوت تعتقر روح من الشرجم تهبطوها بالجنويه. الوليد عنده 6 سنين كان غير ضايف عندها ولد بنتها حتى هو قتلوه، وولد اختي اللي مات هو الاول قتلوه. عنده المراه يلاه والده ب40 يوم حتى هي قتلوها هي والبيبي ديالها عنده 40 يوم. وملي شافوا راسهم قتلوهم دخلوهم لواحد البيت وشعلوا العافيه وبغاو زعما باش يحرقوهم. ساعه العافيه ما شداتش بزاف، ديك الساعه ملي شافوا الجيران العافيه شاعله خرجوا تيدقوا صافي لقاو ما كاينش اللي كيجاوب، يعني عرفوا صافي كلشي مات. ديك الساعه جات الوقايه وجاو البوليس وجاو كلشي لقاوهم كلهم ميتين مذبوحين. واللي بقى فينا اكثر هو ان الناس كيقولوا في الفيسبوك بان ولد اختي راه هو اللي قتل والدي، حشومه وعيب. ولد اختي راه هو اللي مقتول، وراه قتلو حتى العساس اللي كان حاضر وقتلو ولد اختي، ومسكين هو اللي خدام على والدي. ويلاه عنده الوليد 40 يوم وحشومه. هذا الاخبار الزائفه تقال بحال هكا ويخليونا غير مع هاد المشاكل ديالنا. راه حنا راه ماشي راه تصدمنا، يخليونا غير مع مشاكلنا، ما يزيدوناش بالاخبار الزائفه. واش الولد مشى للجنه مذبوح وهما تيقولوا هو اللي خدام على والديه وعنده الوليد 40 يوم ومراته يلاه والده ب 40 يوم يلاه تزوج هذا العام، تيقولوا قتل والدي راه حشومه وعيب. هذا الشيء راه عار، هذا الشيء راه حنا مسلمين ما خصناش نبقاو نقولوا بحال هاد الاخبار. راه الواحد خصو يحضر الله عادي يقول واحد الحاجه لانه غيتحاسب بها غدا يوم القيامه. باش يقول واحد الخبر اللي ما كايناش غدا غيتحاسب، وحنا ما كنسمحوش اليوم ولا ما سمحناش اليوم هادو اللي كيقولوا الاخبار الزائفه وماتوا راه غيتعاقبوا غدا يوم القيامه. راه حنا ما كنسمحوش اليوم وغادي نتابعوهم على هاد الاخبار هادي. ماتت وراجلها ووليداتها ولا اله الا الله محمد رسول الله. راه ما عرفناش هاد الفوضى فين وصلت لهاد الشيء، ما عرفناش هاد الفوضى. لكن غالبا هاد الشيء د لا دروك، هاد الشيء د الكينه كثرات، ولا كلشي مدروغي كلشي مقرقب كلشي ما لا حول ولا قوه الا بالله. باش يدخلوا ويقتلوا الوليد عنده 40 يوم والمراه يلاه والده ب 40 يوم، هذا راه مقرقب هذا وماشي واحد. راه ما يمكنش يكون واحد غيدير هذا الشيء كله. انا ولد اختي تبارك الله يدافع على راسه، ما يمكنش غادي واحد غادي يقتلو. راه هادو واقيلا مجموعه هاد. وشنو كتوجه رسالتك؟ صاحب الجلاله. واش غنوجه رسالتي؟ انا الرساله اللي كنوجهها على المجتمع المغربي راه مشى هذا الشيء ديال الحشيش والقرقوبي، مشى المجتمع المغربي. ما بقاوش الناس اللي كيقراو ولا كيوعاو ولا غادي يعطيو واحد شي حاجه للمجتمع، والو. ما كان عيقتلني نقتلك وقتلوا الجرائم عندنا في البلاد، ما غاديش. انا الحقيقه راني كنقولها.